صحافة التدقيق في الأخبار الزائفة، تكون حاضرة في برنامج هنا تونس أخبار جديد، نسلط عليه الضوء وندق فيه من خلال هذه الفقرة. معك ابتسام، مرحبا من جديد. مرحبا بك محمد من جديد، مرحبا بحسين صلاح وطبعا بكافة متابعي ومستمعي إذاعة ديون اف ام وبرنامج هنا تونس. في فيك نيوز لليوم محمد باش نحكيه أساسا شنو حقيقة إفلاس لبنان ومصرفها المركزي. الأخبار هذه محمد اللي تم تداول البارح في عديد المواقع الإخبارية العالمية والتونسية، شفنا أنه صحفيين، شفنا إعلاميين، شفنا حتى مواطنين عاديين هبطوا على الخبر هذا اللي أثار برشا جدل. شنو جاي بعد؟ شنو جاي الخبر هذا محمد؟ جاي بعد التصريح اللي نسب إلى سعادة الشامي اللي هو نائب رئيس الحكومة اللبنانية، اللي قال أنه اللي قيل أنه في تصريح له لقناة الجديد اللبنانية تحدث عن إفلاس لبنان ومصرفها المركزي. الخبر هذا كما قلنا اللقاء اللي تفاعل معه برشا تويسة، خاصة بعد تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في إطار ندوة صحفية. سألوه قالوا له يخي هو فما خبر قاعد يدور أنه لبنان فلست، وفما حتى حديث أنه السيناريو الوضع الاقتصادي التونسي شبيه إلى حد ما بالوضع اللبناني. شنو قال وزير الاقتصاد تحديدا؟ قال أنه البنك المركزي التونسي يشتغل بكل استقلالية للمحافظة على التوازنات المالية الكبرى. قال أنه ما مش حتى تشابه بين السيناريو اللبناني والسيناريو التونسي. قال تمت المحافظة على سيولة كافية بعدم التوسع في تمويل الميزانية بالأوراق المالية وعدم خلق تضخم مستنع. الخبر هذا وبعد تصريح وزير الاقتصاد شفنا التوانسة كيفاش كانت تفاعلاتهم مع خبر إفلاس لبنان، وكما قلنا التشابه بين السيناريو التونسي والسيناريو اللبناني. فما تعليق لولين يقول تونس بخطى ثابتة نحو لبنان. فما تعليق ثاني يقول لا يوجد إفلاس، هي مجرد أمنيات لبنو إخوانج وحلفائهم من أشباه السياسيين. فما شكون يقول أنه تونس بعد 25 جويلية خير ولا عزاء للخونة والمرتزقة والعملاء. فما شكون يقول يلي ليه بهم الناس همك أكداس. فما اللي قال زيد هذيك سياسة التعددية الحزبية وين توصل عند العرب؟ نأكد عند العرب كان جاء عندهم قانون مدني ودولة مدنية وحكم واحد ما يصيرش فيهم هكا، أما هما كل واحد يجبد الروح. حاسر محمد الخبر هذي بعد دار برشا كما قلنا وأثار العديد من الجدل. احنا حابين الناس رجعوا ونسمعوا الاكستري بالضبط لسعادة الشامي اللي هو نائب رئيس الحكومة اللبنانية، شنو قال بالضبط لقناة الجديد اللبنانية. نسمعوا الاكستري. اول شيء يعني نحن تحديد الخسائر حكينا عنه من زمان لا توزيع، كان توزيع الخسائر مثل ما قلت لك على الجهات المعنية، يعني الدولة مصرف لبنان والمصارف والمودعين. قدي المودعين رح تحمل؟ ما في رقم حدد هلا ما في 30 ب 30 ب 30 يعني. لا ما بعتقد في ما في نسبة مئوية محددة يعني بهالخصوص هذا. بس نحن بنعرف انه الدولة ومصرف لبنان ما هني كمان قطاع عام، يعني امكانياتهم كتير ضئيلة. مشان هيك يعني الدولة هي للأسف الدولة مفلسة يعني، وكذلك مصرف لبنان في عنا مشاكل. فإذا بدنا نطلع بنتيجة لحتى قد ما فينا نعوض على المودين. الخسارة وقعت، أنا بالأسف أولى هذا مش لا مسؤوليتي ولا أكيد مش مسؤوليتك. الخسارة وقعت لأنه في سياسات صرف، في هدر وفساد وسرقة وبلد منهوب، في سياسات على مدى عقود. وصلنا لهون، هلا نحن ما نعالج وضع. كيف بدنا نعالج وضع؟ بدنا نعالجه نقلل الخسائر، نقلل الخسائر على الناس. إذا ما عملنا شيء الخسائر حتكون أكبر بكتير. البارح محمد حاكم مصرف لبنان رياض سليمة يخرج وينفي اللي قالوا سعادة الشامي، ويقول لا صحة لخبر إفلاس المصرف المركزي ولا لبنان. شنو يقول؟ يقول تحديدا برغم من الخسائر اللي أصابت القطاع المالي في لبنان والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي اللي تم أعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يقول أنه مصرف لبنان المركزي مازال يمارس في دوره الموكول إليه. هذا خبرنا اليوم محمد، وكما تقول إيمان السكوحي إثبات ديما به. يعطيك صحة ابتسام شويخة على التدقيق في هذا الخبر، راجعين باش نعلقوا عليه في فقرة فيك نيوز مباشرة بعد الفصل. بوبليسيتي. تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على